معانا على الهاتف دكتورة رودينا ياسين الخبير في الشؤون الإفريقية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور. يعني متوقع حضرتك إيه الملفات اللي ممكن تكون مطروحة على طاولة مجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر نوفمبر؟ طبعا خلينا نحط أول المشاكل اللي هتبقى على قائمة القضايا اللي هتبقى مطروحة على الساحة، هي قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية. ولكن خلينا نقول إن حصاد إن من 2014 من ساعة رئيس السيسي ما تولى الحكم بقينا بنتعامل بالأفعال أكتر ما بنتعامل بالأقوال، اهتم بجزئية معينة وده اللي وصلنا الآن إلى رئاسة السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، ألا وهي الدبلوماسية الشعبية. إحنا لما نشوف حصاد العام اللي هو من 2019 ل 2020، الحصاد اللي مصر برضو مسكت فيه رئاسة رئاسة الاتحاد، هنلاقي ان مصر اهتمت بالدبلوماسية الشعبية والتي تعني دع الشعوب تعامل بعضها او دع الشعوب تتقدم مع بعضها البعض. هتشوفي بعض التغيرات اللي حصلت على الساحة، اهتم بالدبلوماسية الشعبية واهتم بالتدريب واهتم بتبادل الشباب والتبادل الطلابي والدراسات، اهتم بتدريب القادة الافارقة عندنا هنا على ارض مصر، اهتم بخلق سفرة لينا بيتعلموا على ارض مصر وراحوا بعد كده لأفريقيا. هنلاقي حاجات كتير اتغيرت على المشهد السياسي وخصوصا في مصر، وده إن دل يدل على مكانة الدبلوماسية الشعبية. لما تيجي تشوفي مصر، احنا كان عندنا معهد الدراسات الأفريقية تحول إلى كلية الدراسات الأفريقية العليا، تشوفي برنامج إعداد القادة، في برنامج برضو لتدريب وتأهيل الشباب الأفريقي في الأكاديمية الوطنية للشباب، عمل حاجة كمان اللي هي اسمها إسكات البنادق، وده لمبادرة إسكات البنادق اللي كانت بين الدول الأفريقية، وذلك للحد من الصراعات الداخلية والقبلية المنتشرة في أفريقيا. عمل شعار اسمه صنع في أفريقيا وهو في ألمانيا، في قلب ألمانيا، وأعلن عنه من هناك. فهو عمل توفيق لأوضاع البنية، التبادل أو التجارة البينية بيننا وبين دول حوض النيل وبيننا وبين دول الأفريقية. فهما يحدث الآن هو امتداد لنجاحات تمت، وهذه النجاحات اللي بيشيد بيها الاتحاد الافريقي، نجاحات الدبلوماسيه المصريه والدور المصري اللي حضرتك بتتكلمي عنه وتفضلتي حضرتك بشرح جوانب كثيره منه. يعني الحقيقه انه مصر بتسعى للتنميه مش بس في مصر، مصر بتسعى للتنميه في افريقيا ومهتمه بتنميه افريقيا ومهتمه بالتواجد في قلب القاره الافريقيه ومهتمه بفكره التكامل الافريقي واستغلال الموارد الافريقيه بشكل كامل. وده احنا مصر الافريقيه تمام. وده اللي بيخليني اسال انه كيف يمكن ان يحدث هذا التكامل وهذا الاستغلال الامثل لموارد القاره وتبادل هذه الموارد من اجل ان تتبوأ القاره مكانه افضل في ظل كثير من المشاكل والصراعات الداخليه ما بين دول وبعضها وداخل بعض الدول ما بين قبائل وبعضها. أكثر الطرق للوصول إلى التكامل الصحيح هو فهم الآخر وفهم ثقافة الآخر وفهم عادات وتقاليد الآخر. ده بيهيئ لينا رسم الخريطة رسم الخريطة السياسية للتعامل بصورة اقتصادية واجتماعية، ونحط كل الجوانب تحتها. عشان كده الوضع في أفريقيا مختلف عن التعامل في أي قارة تانية، لأن القبلية هناك هي الأساس، متعددة ومنتشرة وليها طبيعة خاصة جدا. احنا مجرد ما بنتعامل، انت عارفة ان المكون الأفريقي قبلي، يعني القبائل بتكثر وبعد كده اللي هو يعني الانتماء قبلي قبل اي شيء. نعم. ومؤتمر برلين جاء قسم الدول الأفريقية دون مراعاة للحدود للحدود القبائل والقرابة والنسب، فقسم القبيلة في أكتر من دولة. فأنا لما كمصر لما علاقتي بتبقى بالقبيلة دي قوية، بضمن علاقات قوية مع القبائل الأخرى اللي في دول مختلفة، كل دولة مختلفة. فده كان الطريق اللي ابتداه سيادة الرئيس، وهي الدبلوماسية الشعبية، دع القبائل تخاطب بعض أو دع الشعوب تخاطب بعضها. وأعتقد إن هو يعني الموضوع هياخد وقت، لكن عندنا أمل إن كل الجهودات المصرية اللي بتتم في القارة الإفريقية هتؤتي بثمرها. أنا بشكر حضرتك جدا
دكتورة رودينا ياسين الخبير في الشؤون الإفريقية، على تواجدك معنا.